Check this. Hi friends, welcome back to Miss Peter. Today we are going to Madhav where there is horse racing. Let's see one or two horse racers over there. And don't forget to click this subscribe button. Also, don't forget to click the notification bell so you can get the latest notification of my videos. Also, don't forget to click the like button and comment. Please see this video without skipping. Let's start the vlog. I'm not going to be able to do that.
Photo finish in the second race in my yellow block. Your hometown in Jalalistan, Ahmed Al-Ghazal. Ahmed Al-Ghazal, my Indian horseman. وعلى مركز من الفارسان مسيو نوار ليه هو بلاد المانا والمدرب ستيفانو عبيدو ولوكا مانديزي من الفارسان النير سايد ماركو كازالينتو دخول قوي حقيقة. شوف السيدة الطويلة شو تسوي عيد معنا مسيو جيبي شوف من وين جاي اللي هو الورق جوكي من النير سايد انديان هورس مان في الانتار الاخيرة. شوف الدخول حتى العادي بالمانا من هناك مع الجوات اللي هو لا الورق جوكي كليف مركز الاول انوفيشل ريزورت الجوات اللي هو لمحمد الغزالي انديان هورس مان Indian Horseman Unofficial Resort. نتيجة غير نهائية حتى اللحظة الجواد Indian Horseman والمدرب سيد محمد جاسم الغزالي وماركو كازامينتو النير سايد الفار سايد ستيفانو أبيدو مع الجواد ميسيو نوار. إذا في المتابعون الكرام هنا النتيجة غير نهائية ولكن كلير واضحة للصورة الأولى على الجواد رقم 2 اللي هو إنديان هورس مان مع ماركو كازامينتو. يا المتابعون الكرام مثل سيد محمد جاسم الغزالي he's the winner of the race horse number 2 the winner for the race unofficial ولكن ننتظر النتيجة النهائية لهذا الشوط. مبروك جاسم برافو جاسم جليل هذا الشوط مبروك محمد برافو خيالي وماركو كازامينتو مع الجواد إنديان هورس مان برافو برافو. ننتظر النتيجة النهائية يا سيدات والسادة اللي ترى على الشاشة waiting for the official result to be on the screen shortly. Official result will be on the screen shortly. المركز الرابع ايزر